في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة، قام الوفد الهنغاري بزيارة إلى جمعية الكاريتاس الأردنية للتعرف على المشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية لعموم اللاجئين والمهجرين، كما شملت الزيارة العديد من المواقع الدينية الهامة. إلى التفاصيل. زار وفد يمثل الحكومة الهنغارية جمعية الكاريتاس، والتقى مديرها السيد وائل سليمان وعددا من المسؤولين فيها، واطلع على الخدمات والنشاطات التي تعمل عليها الجمعية في الأردن، حيث زار الوفد حديقة الرحمة في مركز سيدة السلام التي تقوم عليها الجمعية ويعمل فيها الإخوة العراقيون المهجرون. وكان في استقبالهم الأب السام الدير ومدير وموظفو الكاريتاس والعاملون في الحديقة. واطلع الوفد الزائر على المشاريع والورشات المقامة في الحديقة وعلى الخدمات المقدمة فيها، واستمعوا إلى شرح واف عن برامج ومبادرات الكاريتاس ووضع اللاجئين والمهجرين في الأردن والبرامج المقامة من أجل مساعدتهم ودعمهم، كما شاهدوا عرض فيلم قصير يسرد نشاطات الكاريتاس في الأردن. ثم توجه الوفد لزيارة المغطس موقع معمودية السيد المسيح، وقاموا بجولة لضفاف نهر الأردن والتبرك من مياهه المقدسة. ثم زاروا كنيسة اللاتين واستمعوا من المهندس رستم مكجيان مساعد مدير هيئة المغطس لإيجاز حول هذا المكان المقدس والكنائس المقامة فيه والزيارات البابوية المتعاقبة عليه. ثم انتقل الوفد الهنغاري إلى جبل نيبو بمحافظة مادبا، والتقوا بعدد من الرهبان الفرنسيسكان الذين قدموا شرحا حول الكنائس الأثرية هناك والفسيفساء الموجودة فيها. أتيت إلى الأردن بهدف الاطلاع على المؤسسات الكنسية والدينية التي تهتم باللاجئين والمهجرين، ولنرى كيف يمكننا أن نقدم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين هجروا من أوطانهم من العراق وسوريا، وكيف يمكن إنشاء المشاريع وإقامة النشاطات التي تعزز وضعهم الاقتصادي وتدعمهم معنوياً. ثم زاروا حديقة الرحمة، وكان في الاستقبال الأب معين الحلو كاهن الرعية، حيث تعرفوا على مجمل نشاطات الحديقة والورشات المقامة فيها، ومنها أعمال الفسيفساء التي يقوم بها الإخوة العراقيون المهجرون هناك، والتي كانت محط إعجاب وتقدير من قبل الزائرين، حيث أعرب الوفد الهنغاري عن سعادتهم لحسن الحفاوة والاستقبال، كما أعلنوا عن استعدادهم لدعم البرامج الإنسانية التي تقوم بها جمعية الكاريتاس خاصة في دعم المحتاجين واللاجئين. خلال اليومين قدر يزور عدة أماكن بالكنيسة، مشاريع مبادرات معنيين الحكومة الهنغارية بدعمها،
تحديدا اليوم كان في عنا زيارة لحديقة الرحمة بمركز سيدة السلام، شافوا المشروع، قابلوا الأخوة العراقيين، وعدوا بدعم حتى يستمر هذا المشروع. اليوم كنا هلأ بمادة بحديقة الرحمة وأكدوا على دعم الحكومة الهنغارية لهذه المشاريع لمساعدة إخوتنا العراقيين بالمحنة اللي هن موجودين فيها.